ثكلاء. دخلت السيدة زينب عليها السلام على أبي عبد الله الحسين عليه السلام في خبائه ليلة عاشوراء، فوجدته يسقل سيفا له ويقول: يا دهر أف لك من خليلي. فعرفت أن أخاها قد يأس من الحياة وأنه مقتول لا محالة، فصرخت نادبة أخاها وقالت: واثكلاه، ليت الموت أعدمني الحياة. اليوم ماتت فاطمة أمي، وعلي أبي، وحسن أخي، يا خليفة الماضي وثمال الباقي.